تيجوا. اليوم حبيت انزلكم فيديو عن اخبار بلاك اوبس. الخبر الاول ان الزومبي بيكون في هذا 8 لاعبين، وبيكبر المابات، بيكبروها عدد الزومبي، يعني بيكون لعب صراحة احلى واحلى ان شاء الله. ننتقل للخبر الثاني. الخبر الثاني انه بينزل يوم الاحد، احنا اليوم يوم الجمعة وبينزل يوم الاحد. ثالث خبر انه اذا طلبته بري اور، اذا طلبته بري اوردر بيجي معاه ماب نيو تايم. اذا ما يعرف الماب القديم، ماب القاصر اللي كان في بلاك اوبس 1، فيعني بيكون حماس الماب لانه كان احلى ماب صراحة عجبني في بلاك اوبس. وبيكون معاه ماب الزومبي اللي هو ماب الباص، يعني تطلب بري اوردر اللي ما يعرف هنا بري اوردر، يعني تطلبه من موقع قبل ما ينزل هنا، يعني بلدك، يعني تطلبه قبل ما ينزل من بلدك. بس وكان معكم تركي وتيجو. سووا لي لايك سبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.